السلام عليكم. ان شاء الله هنكمل حل كتاب الرائد. هنحل المسائل على صفحة 80 و81. هعرض المسائل بسرعة علشان خاطر تحاولوا تحلوها الاول، وبعدين لما حاجة تقف معاكم بتشغلوا الفيديو وتشوفوا المسألة اللي وقفت معاكم وطريقة حلها. بالنسبة لهدى، هي كانت طلبت مني جهد نقطة، اعيدها تاني. حاضر، هعيدها لك في فيديو مخصوص يا هدى. جهد نقطة. دي كده الأسئلة اللي معانا اللي هنحلها النهاردة، وإن شاء الله هنبدأ الحل. هنبدأ بمسألة رقم واحد اللي هي جت في مصر 2017 دور أول. عايز قراءة الأميتر. الأميتر هنا متوصل بيه أي 3، هيقرأ أي 3. هنحاول نرسم المسألة. بصوا كده، المسألة أنا رسمتها بثلاث ألوان، باللون الأحمر والأسود والأزرق، علشان ابين الفرع. دول ثلاث افرع، اللي باللون الاحمر ده فرع، وده بيمشي فيه اي واحد، يعني اي واحد بيتحرك على السلك اللي باللون الاحمر. يبقى من اول هنا لحد هنا بس، دي حدود الاي واحد. اما اي اتنين انا رسمته باللون الاسود وهو بيمشي في الفرع الاوسط بس. وبالنسبة لاي تلاتة انا رسمته باللون الازرق وهو بيمشي في الفرع اللي باللون الازرق بس، دي حدود الاي تلاتة. الكلام ده مهم جدا. ايه المطلوب مني؟ قراءة الاميتر اللي هي بتعبر عن اي 3 بس. اي 3 ما هياش المجهول الوحيد، عندي كمان اي 2 مجهولة واي 1 مجهولة. اذا المسألة دي بسميها مسألة فيها 3 مجاهيل. بتتحل ازاي؟ عن طريق الآلة الحاسبة. بس كل اللي عليا ان انا اكون 3 معادلات. بكون اول معادلة من قانون كيرشوف الاول، باجي عند عقدة زي العقدة دي وابدأ اشوف مين من التيارات الداخلة ومين التيارات الخارجة. هنا اي 2 داخله على العقده دي، وكمان التيار اي 3 داخل على العقده وخارج منها اي 1. يبقى التيارات اللي داخله اي 2 واي 3 داخلين على النقطه وهيخرج منها اي 1. يبقى مجموع التيارات الداخله بتساوي مجموع التيارات الخارجه. هرتب المعادله دي، هبدا باي 1 الاول، وبعدين اودي الاي 2 الناحيه الثانيه بناقص اي 2، اودي الاي 3 الناحيه الثانيه بناقص اي 3 بيساوي 0. يبقى انا خلصت اول معادله من اصل 3، فاضل معادلتين واخلص. هجيب المعادله الثانيه منين؟ هاجي من المسار المغلق دوت، هجيب منه معادله. هاجي على البطاريه اعمل سهم من السالب للموجب، وجوه البرواز المغلق ده هرسم برواز ثاني وهمشي فيه معاه اي اتجاه يعجبني، وهسميه المسار المغلق واحد. من المسار ده هجيب المعادله الثانيه. ازاي؟ هكتب يساوي وهرص هنا البطاريات، هجمعهم جمع جبري وهرص هنا فروق الجهد. بس نوع العملية اسمها جمع جبري. كلمة الجمع الجبري يعني أنا ممكن أستخدم الموجب أو السالب. طيب إزاي ما أقعش في الإشارة؟ فأنا بفترض مسار، المسار اللي أنا افترضته ده بعتبره هو المسار الموجب. اللي هلاقيه جاي معايا يبقى هيبقى بالموجب، واللي جاي عكسي هيبقى جاي بالسالب. فأنا هبدأ بالبطاريات. يا ترى المسار ده فيه كام بطارية؟ في بطارية واحدة اللي قيمتها 12 فولت وعليها سهم زي السهم اللي انا افترضته، يبقى ال 12 تجاب بالموجب. كده خلصت البطاريات، اجيب هنا فروق الجهد. همشي في المسار اللي انا اخترته دول وابدأ ادور على المقاومات. الفرع ده فيه مقاومة واحدة 4 اوم ماشي فيها اي واحد. بصوا على سهم اي واحد اللي هو باللون الاحمر والمسار اللي انا افترضته، هتلاقيه زي المسار بتاعنا بالظبط. يبقى احنا عندنا 4 اي واحد هتجاب بالموجب. كمل كده المقاومات في المسار، مش فاضل لي غير الاثنين، هي المقاومه اللي فاضله في المسار دوت. المقاومه 2 ماشي فيها اي 2، بصوا على سهم اي 2 وبصوا على فرضنا هتلاقوا اتجاهها معانا، يبقى موجب 2 اي 2. انا خلصت كده المعادله، ما عادش عندي مقاومات، فهبدا ارتب. هقول 4 اي 1 زائد 2 اي 2 زائد 0 اي 3، كل ده بيساوي كام؟ بيساوي 12. يبقى 4 اي 1 زائد 2 اي 2 زائد 0 اي 3 بتساوي 12. هبدأ أدور على المعادلة الأخيرة عشان أكون خلصت كيرشوف. هجيب المعادلة الثالثة من المسار الثاني دون، هاجي على البطارية دي أعمل سهم من السالب الموجب وأعمل مسار جوه المسار أو برواز جوه البرواز وأمشي فيه بأي اتجاه يعجبني وهسميه المسار 2. وهقول من المسار 2 هكتب يساوي، هجمع هنا البطاريات وهنا فروق الجهد. البطارية دي المسار ده كله مفيش غير بطارية واحدة اللي هي 2 فولت، واتجاهها مع اتجاه المسار اللي انا افترضته، فتتجاب الاتنين بالموجب. همشي كده هلاقي في مقاومة 3، التلاتة دي ماشي فيها اي 3 واتجاهه مش معانا، يبقى سالب 3 اي 3. وهبص كده على المقاومة 2 ماشي فيها اي 2 اللي هو اتجاهه معانا، يبقى موجب
اتنين اي اتنين، ارتب المعادلة الاخيرة هلاقي نفسي مش عندي الاي واحد، هحفظ مكانها بصفر اي واحد زائد اتنين اي اتنين ناقص تلاتة اي تلاتة بتساوي اتنين. صفر اي واحد زائد اتنين اي اتنين سالب تلاتة اي تلاتة بيساوي كام؟ اتنين. هبدأ اختار مود وبعدين خمسة اتنين، وابدأ استخدم الآلة الحاسبة واقول ايه، اعمل عملية ادخال العوامل، اقول واحد يساوي سالب واحد يساوي سالب واحد يساوي صفر يساوي، وبعدين هلاقي دخلت على الصف التاني، اربعة يساوي اتنين يساوي صفر يساوي اتناشر يساوي، وبعدين صفر يساوي اتنين يساوي سالب تلاتة يساوي اتنين يساوي. يعني ما انساش اعمل عملية ادخال كل العوامل دهيا، وهبدأ احسب بالآلة الحاسبة، هلاقي اي واحد بتساوي 28 على 3 على 13 امبير، والاي 2 قيمتها 22 على 13 امبير، والاي 3 بتساوي 6 على 13 يعني بتساوي 46 من 100 امبير. هو طبعا طالب مني تيار اي 3 اللي هي قراءة الاميتر، يعني هقول له 46 من 100 امبير. نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده طالب مني في الدائرة الموضحة بالشكل، عايز استخدم قانون كيرشوف لإيجاد القيمة اي واحد، عايز قيمة اي واحد. فأنا هرسم رسمة أوضح شوية، وهبدأ أرسم الرسمة بثلاث ألوان، اللون اللي باللون الأحمر ده هو ده بيمثل فرع، كل ده كده فرع على بعضه، واللي باللون الأزرق ده فرع الأوسط، واللي باللون الأسود ده فرع، يبقى هنا اي واحد ماشي في اللون الأحمر ده كله، والأزرق الاي تلاتة في اللون الأزرق، والاي اتنين في اللون الأسود. هبدأ أقول إيه، أنت طالب مني أي واحد، طيب أي واحد مش هي بس المجهولة، ده كمان أي اتنين كمان أي تلاتة، يعني المسألة دي اسمها تلات مجاهيل بحلها بالآلة الحاسبة، بس أهم حاجة أكون تلات معادلات. أول معادلة بكونها من عقدة أشوف مين التيارات الداخلة ومين التيارات الخارجة، هلاقي أي واحد داخل وأي تلاتة داخل هيساوي الخارج أي اتنين، هبدأ أرتبها، هقول عبارة عن أي واحد وأودي الأي اتنين الناحية التانية بسالب أي اتنين زائد اي 3 بتساوي صفر. رتبت المعادله، طبعا اي 2 جبتها الناحيه دي بالسالب واي 3 في مكانها بالموجب بتساوي صفر. اشوف المعادله الثانيه، هجيب المعادله الثانيه من المسار المغلق ده، فهاجي على البطاريه اعمل سهم من السالب للموجب من السالب للموجب، وهعمل هنا برواز وهمشي فيه باي اتجاه يعجبني اهو، ولنفترض الاتجاه دون وهسميه المسار واحد، من المسار المغلق واحد هقول يساوي، واشوف البطاريات اللي عندي، عندي هنا بطارية وعندي هنا بطارية، البطارية عليها سهم، يا ترى اتجاهه مع المسار اللي انا افترضته؟ ايوه، يبقى 16 تتجاب بالموجب. طيب وهنا البطارية دي 7، يا ترى مسارها معانا؟ ايوه، يبقى كمان 7 تتجاب بالموجب. هبدأ اجمع هنا امشي على المقاومات، بصوا كده على السلك اللي باللون الاحمر هتلاقوا عليه اكتر من مقاومة، فكل المقاومات اللي موجودة على السلك اللي باللون واحد دون هتتجمع لانها توالي، يبقى عندنا 3 اوم هتتجمع مع الاتنين اهي برضو موجودة على السلك الاحمر اهي، وكمان المقاومة الداخلية هتتجمع معاهم، يبقى التلاتة والاتنين 5 والواحد 6، ده كله الستة اوم دول ماشي فيهم اي واحد، شايفين سهم اي واحد؟ يا ترى زينا ولا مش زينا؟ زي المسار اللي احنا افترضناه، يبقى هيتجاب بالموجب 6 اي واحد. هاجي على الفرع الازرق ده هلاقي فيه مقاومة 4، وفي نفس الفرع فيه بطارية ومقاومتها الداخلية 1، المقاومة الداخلية دي تتجمع مع المقاومة اللي جنبها تبقى الأربعة وواحد كام؟ 5، الخمسة ماشي فيهم أي تلاتة واتجاههم مش معانا، يبقى ده سالب 5 أي تلاتة. هنرتب المعادلة وهنقول عبارة عن 6 أي واحد، طبعا مفيش أي اتنين فأحفظ الخانة بصفر أي اتنين، وبعدين هقول سالب 5 أي تلاتة، كل ده بيساوي كام؟ 23، عشان 6 وإيه؟ 7 و16. طيب هجيب بقى ناقص لي معادلة واحدة وأخلص، هاجي على المسار المغلق اللي جنبنا ده واعمل منه معادلة، هاجي على البطارية اعمل سهم من السالب الموجب وامشي هنا اهو، هعمل مسار وامشي مثلا في الاتجاه ده واسميه مسار اتنين، هاجي هنا اكتب يساوي واشوف البطاريات، عند البطارية دي اللي هي البطارية 7 سهمها معانا، يبقى 7 تتجمع يعني بالموجب، وهنا البطارية 5 سهمها معانا يبقى هي تتجاب هي كمان بالموجب، يبقى زائد 5. امشي كده على المقاومات واشوف، بصوا على الأربعة دي موجودة في السلك اللي باللون الأسود، وبرضو المقاومة الداخلية بتاعة البطارية موجودة في السلك اللي باللون الأسود، إذا دول هيتجمعوا مع بعض، دول توالي 4 1 5، 5 ماشي فيها أي 2 بس اتجاهه مش معانا، يبقى سالب 5 أي 2.
هبص في الفرع الأزرق ده هلاقي المقاومة 4 وجنبها بطارية ليها مقاومة داخلية 1، هتتجمع لأنها جنبها في نفس الفرع اللي باللون الأزرق. 4 و1 5 ماشي فيهم أي 3 واتجاهه مش معانا، يبقى سالب 5 أي 3. هبدأ أرتب أدور على أي 1 مش هلاقي، يبقى 0 أي 1، وبعدين سالب 5 أي 2، وبعدين سالب 5 أي 3، كل ده بيساوي كام؟ بيساوي 12. هقول موت 5 2 واحد يساوي سالب 1 يساوي 1 يساوي 0 يساوي 6 يساوي 0 يساوي سالب 5 يساوي 23 يساوي 0 يساوي سالب 5 يساوي سالب 5 يساوي، وبعدين 12 يساوي. مع أول ضغط هتطلع أي 1 اللي هو طالبها ب2 أمبير، وأي 2 هتطلع بسالب 2 من 10 أمبير، وأي 3 هتطلع بسالب 2 و2 من 10 أمبير. طبعا هو لو جه سألني الإشارة طالعة بالسالب ليه، هقول له لأن اتجاه عكس المفروض على الرسم. يعني مثلا بصوا كده على أي 2، أي 2 خارجة من النقطة. لا، هو الأصول إن أي 2 تبقى داخلة على النقطة، بس أنا بغيرش حاجة في الرسم وأقول إن الاتجاه الحقيقي عكس المفروض على الرسم وخلاص. ليه قلت العكس؟ لأن الإشارة طالعة بالسالب حتى لو كان هو اللي فارضها على الرسم. نشوف مسألة تانية. المسألة اللي بعدها عايز في الدائرة الموضحة بالشكل احسب مقدار الاي 3 اللي ماشية في المقاومة 6، يعني عايز قيمة الاي 3. هبدأ ارسمها رسم مبسط. عندي اهو في فرع باللون الاحمر، خلي بالكو اللي ماشي فيه اي 1 ماشي في اللون الاحمر ده كله، وفي باللون الاسود ماشي اي 3، وفي باللون الازرق ماشي الاي 2. يبقى لازم اعرف حدود كل طيار. هبدأ هو دلوقتي عايز مني قيمة اي 3. طبعا هقول له ان اي 3 ما هياش المجهول الوحيد، ولكن ان انا عندي اي 1 مجهوله واي 2 مجهوله، يبقى اي 1 مجهوله واي 2 مجهوله واي 3 مجهوله. فالمساله دي اسمها ثلاث مجاهيل تتحل بثلاث معادلات. هاجي عند العقده دي واشوف مين التيارات الداخله ومين التيارات الخارجه. اي 1 داخل للنقطه، واي 2 كمان داخل على النقطه، وهيخرج منها اي 3. يبقى اقول مجموع التيارات الداخله بيساوي مجموع التيارات الخارجه، اي 1 واي 2، وهيخرج منهم اي 3. هرتب المعادله، هقول اي 1 زائد اي 2 ناقص اي 3 بيساوي 0. فاضل لي معادلتين. هجيب المعادله الثانيه منين؟ من البرواز دون. هاجي على البطاريه اعمل سهم للسالب الموجب، وهعمل مستطيل جوه المستطيل، وهعمل عليه مسار عشوائي واسميه المسار 1. هقول يساوي هنا في كام بطاريه في المسار ده؟ بطاريه واحده قيمتها 12 فولت سهمها معانا، يبقى ال 12 تساوي. هعدي كده واشوف المقاومات، هلاقي هنا البطاريه ملهاش مقاومه داخليه، بس في الاثنين هي الوحيده اللي في السلك اللي باللون الاحمر ماشي فيها اي 1 اتجاهه معانا، يبقى 2 اي 1. اللي في اللون الاسود في المقاومه الوحيده 6 اوم ماشي فيها اي 3 واتجاهها معانا، زائد 6 اي 3. ارتب المعادله، هقول 2 اي 1 مش موجوده الاي 2 هحفظ مكانها 0 اي 2، زائد 6 اي 3، كل ده بيساوي كام؟ بيساوي 12. هاجي بقى ادور على اخر معادله هجيبها من المسار دوت. هاجي هنا اعمل سهم السالب الموجب، وهبدا اعمل مسار اهو اسميه المسار المغلق 2، وابدا اقول ان احنا عندنا يساوي، واجمع البطاريات هنا. هنا البطاريه دي 9 اتجاهها معانا، هنا مفيش غيرها، يبقى 9 هتتجاب بالموجب. امشي كده في اللون الازرق ما عنديش غير مقاومه واحده قيمتها 4 ماشي فيها اي 2، واي 2 اتجاهه معانا، يبقى 4 اي 2. في عندنا المقاومة 6 ماشي فيها تيار اي 3 واتجاهه معانا، يبقى زائد 6 اي 3. كده خلصنا المعادلة. نرتبها هنا، مش موجود اي 1 فاحفظ الخانة بصفر اي 1 زائد 4 اي 2 زائد 6 اي 3، كل ده بيساوي 9. هغذي الآلة الحاسبة بالتلات معادلات زي ما شفنا قبل كده، هتطلع اي 1 قيمتها 3 على 2 يعني 1.5 امبير، وهتطلع اي 2 قيمتها 0 صفر، وهتطلع اي 3 قيمتها 3 على 2 امبير يعني 1.5 امبير. هنكمل بقية الاسئلة. المسألة رقم 4 جت في امتحان الازهر 2017، وتعتبر من المسائل الصعبة شوية. هو طالب في الدائرة الموضحة عايز المعادلات اللي بتوضح قانون كيرشوف، وهو طالب مسارات معينة، طالب المسار ده بالتحديد والمسار ده والمسار اللي في الخارج. طيب ماشي، هنحاول بقى نحل المسألة، بس انا هحلها هصعبها اكتر. يعني هو هنا فرض اتجاه التيار ومحدد اتجاهه، انا هفترض ان المساله ما فيهاش اتجاهات من اصله، يبقى انا بصعب المساله عشان نشوف فكره حلها ايه.
اولا الدايره دي فيها كام فرع؟ شوفوا الالوان كده، في فرع بالاسود والازرق وبالاحمر واللون ده هون واللون البنفسجي ده، في افرع كتير. الافرع دي لا متحدد عليها تيار ولا حتى الاتجاه. طب انا عايزه اوصف المقاومه واحد، المقاومه واحد بين فرعين، ده هي مدخل ولا مخرج التيار، ونسب المقاومات حولها مش ثابته. يبقى دي كانت بتفكرنا بالمقاومه اللي كنا بنلغيها لما كانت بتبقى نسب المقاومات حولها ثابته، هنا واحد على واحد مش زي واحد على اتنين، وبالتالي المقاومه دي مش هتتلغي زي ما كنا بنعمل قبل كده، ولكن هتحل بكرشوف. هو طبعا عايز المقاومه المكافاه، فانا هعمل ايه؟ اجيب التيار الكلي، التيار الكلي اللي هيخرج من البطاريه اللي هو قيمته اي، اجيب التيار الكلي وبعدين اقول ان الار بتساوي الفي على الاي. طيب تمام، انا بقى هنا عايزه افترض التيارات. المفروض ان انا هفترض كم فرد؟ 1 2 3 4 5. لو كل مقاومه هفترض عليها تيار يبقى عندي 5 تيارات، واحنا ما اتفقناش على كده. احنا اتفقنا يكون عندنا 3 تيارات بثلاث مجاهيل، فاحنا هنعمل ايه؟ هنحاول واحنا بنفترض التيار نكون بخله شويه، بحيث ان انا ما افترضش غير اي 1 اي 2 اي 3. فانا لو افترضت ان دون مثلا قيمته اي 1، التيار ده هيعدي هنا قيمته اي 1، هيجي عند النقطه دي هقول مثلا ان احنا عندنا التيار ده هيبقى جزئين، هنا هيجي اي 1 وهنا اي هيجي اي 2، يعني التيار هيجي عند النقطه دي هيتفرع، جزء يعدي كده في الاي 1 وجزء يعدي كده في الاي 2. الاي 1 اللي ماشيه دي في جزء منها هيتسرب يمشي في المقاومه دي، هسميه اي 3. وخلي بالكم كده انا استنفذت الافتراضات، مش عايزه افترض تاني اي 4. يبقى هنا هنقول الاي هتتفرع لاي 1 واي 2، اي 1 هتيجي عند النقطه دي جزء منها هيتسحب كده في الفرع ده اي 3، وبقيه الاي 1 هتيجي هنا، بقيه الاي 1. يعني ايه بقيه الاي 1؟ يعني دي عباره عن اي 1 ناقص اي 3، هو ده بقيه الاي 1، اي 1 ناقص اي 3. هاجي عند النقطه دي داخل عليها مين؟ اي 2 وداخل عليها اي 3، هيتجمعوا في النقطه دي ويعدوا هنا، يبقى اي 2 زائد اي 3. طيب ابدا بقى اكتب المعادلات. هنا كنت بستخدم 3 معادلات، واحده من قانون كيرشوف الاول واثنين من قانون كيرشوف الثاني. هنا ما اقدرش استخدم قانون كيرشوف الاول تاني لان استنفذته على الرسم، انا اعتبر استخدمت على الرسم قانون كيرشوف الاول. فانا هجيب 3 معادلات من 3 مسارات. هو قال لي عايز من المسار ده، نده عليه وقال لي دي اي بي دي، فانا هاجي هنا واعمل برواز بالمنظر ده واسميه مسار واحد، وابدا اقول هل في البرواز المثلث ده في بطاريات؟ لا، فاقول يساوي صفر، ما عنديش بطاريات. طب اعدي كده واشوف المقاومات. بص كده على المقاومه واحد، المقاومه واحد ماشي فيها واحد ام اهي، ماشي فيها اي واحد اتجاهه معانا، يبقى ده موجب واحد اي واحد يعني اي واحد. طب بص على المقاومه دي واحد ام ماشي فيها اي 3 واتجاهه معانا، يبقى موجب واحد اي 3 يعني اي 3. بص على الفرع ده هتلاقي المقاومة واحد ماشي فيها اي 2 بس اتجاهه مش معانا، فهتبقى سالب واحد في اي 2 بسالب اي 2. ارتب هنا يبقى انا هقول اي 1 ناقص جنبها هي ناقص اي 2 زائد اي 3، كل ده بيساوي صفر. هبدأ اروح للمسار دول، هاجي على البطارية دي اعمل السالب الموجب وهمشي مع المسار ده، المسار ده هو هقول عندي بطاريات ايوه ال 13 واتجاهها معانا، همشي كده وهلاقي نفسي عديت على المقاومه 1 اوم. على فكره 1 اوم ماشي فيها تيار اي 2 واتجاهه معانا، يجاب بالموجب يبقى موجب 1 اي 2 يعني اي 2. هعدي الناحيه دي هلاقي المقاومه 1 اوم ماشي فيها اي 2 زائد اي 3 واتجاهه معانا، يبقى موجب 1 اي 2 زائد اي 3. طبعا الواحد هيضرب في القيمه دي، هنظبط المعادله ما عادش فيه مقاومات تاني خلاص، يبقى اي 2 زائد 1 في اي 2 باي 2، 1 في اي 3 باي 3. يعني هنظبطها برضو، اي 2 واي 2 يبقى 2 اي 2 زائد اي 3. هنرتب دي هنا كمعادله تانيه. طبعا ما عنديش اي 1 فاحفظ الخانه بصفر اي 1 زائد 2 اي 2 زائد اي 3، كل ده بيساوي 13. ناقص لي اخر معادله هكونها منين بقى؟ هو طلب مني اي اي بي سي اف اي، يعني عايز المسار من الخارج كده.
فانا هفترض المسار كده، همشي على الاطار من الخارج وهقول عندي البطاريات، ايوه في بطارية 13 تساوي، هتمشى كده ونشوف هنعدي على مين. هنعدي على المقاومة واحد، المقاومة واحد ماشي فيها مين؟ اي واحد اتجاهه معانا اهو، يبقى واحد اي واحد يعني اي واحد ماشي. هنكمل كده هنلاقي احنا عدينا على المقاومة اتنين، المقاومة اتنين دي ماشي فيها مين؟ ماشي فيها اي واحد ناقص اي تلاتة واتجاهه معانا، يبقى هقول زائد اتنين في اي واحد ناقص اي تلاتة. كده احنا خلصنا المقاومات. تعالوا نرتب، هنقول او نظبط 13 بيساوي اي واحد زائد اتنين اي واحد ناقص اتنين اي تلاتة. هوزع الاتنين هنا والاتنين هنا. طيب اي واحد واي واحد، اي واحد واتنين اي واحد يبقى تلاتة. بصوا كده دي اي واحد ودي اتنين اي واحد، يبقى تلاتة اي واحد ناقص اي تلاتة. يبقى انا عايزة ارتب المعادلة دي هنا، هقول ايه بقى؟ تلاتة اي واحد، مفيش اي اتنين، هحفظ مكانها بصفر اي اتنين، وهنا ناقص اتنين اي تلاتة، ده بيساوي ايه؟ 13. هبدأ بقى استخدم الآلة الحاسبة، اول ضغطة اي واحد هتطلع قيمتها 5 امبير، واي اتنين هتطلع 6 امبير، واي تلاتة هتطلع 1 امبير. طبعا انا عايزة اجيب التيار الكلي ده، التيار الكلي ده عبارة عن ايه؟ مش هو هيتجزأ لجزئين اي واحد واي اتنين؟ يبقى انا عليا اجمع اي واحد واي اتنين هيديني التيار الكلي، يعني 5 و6 كام؟ 11. يبقى الاي توتال بتساوي 11 امبير. يبقى انا دلوقتي هجيب الار داش، المقاومة المكافئة، عبارة عن 13 على 11 بتطلع 1.18 أوم. هنكمل بقية الأسئلة. هنكمل مسألة رقم 5 في أزهر من 2018 دور أول في الدائرة الموضحة بالشكل، احسب التيار المار في المقاومة 3، يعني عايز يحسب اي 3. هنرسم الرسمة اهي، وهنقول له ان مش اي 3 بس المجهولة، ده اي 3 واي 2 واي 1. يبقى المسألة دي 3 مجاهيل هنكونها ب3 معادلات. السلك اللي باللون الموف ده اللي ماشي فيه اي واحد، والسلك اللي باللون الاسود ده اللي ماشي فيه اي 2، والسلك اللي باللون الاحمر ده اللي ماشي فيه اي 3. يبقى كل واحد عارف حدوده فين. طيب ماشي، هنبدأ اول حاجة نيجي عند نقطة عقدة اهي خارج منها 3 اسلاك، ونطبق قانون كيرشوف الاول. مين التيار اللي داخل هنا؟ اي واحد داخل على النقطة، واي 2 كمان، ودول هيساوي مين؟ اي التيار اللي خارج اللي هو اي 3. هرتب المعادلة، هقول يبقى احنا عندنا اي واحد زائد اي اتنين ناقص اي تلاتة بيساوي صفر. فاضل لي معادلتين، هاجي على المسار ده اهو اجيب منه معادلة، هاجي على البطارية سهم السالب للموجب من السالب للموجب، وهعمل مسار وامشي فيه براحتي بأي اتجاه يعجبني. ومن المسار المغلق واحد هقول هنا يساوي كام بطارية في المسار ده؟ بطاريتين. بص على الأربعة سهمها معانا تتجاب الموجب، بص على الاتنين سهمها مش معانا تتجاب السالب، هيساوي المقاومات. بص على الفرع الموف في كم مقاومة؟ مفيهوش غير المقاومة اللي هي قيمتها 1 أوم، ماشي فيها التيار اي واحد واتجاهه مش معانا، يبقى احنا هنقول سالب اي واحد. بص على السلك اللي باللون الاسود في مقاومة 2 أوم مفيش غيرها وماشي فيها اي 2 واتجاهها معانا، يبقى موجب 2 اي 2. كده خلصت المعادلة التانية، هرتبها هقول عندي سالب اي واحد زائد 2 اي 2، مفيش اي 3 فاحفظ الخانة بقول بزائد 0 اي 3، كل ده دي زائد طبعا، ها كل ده 4 من 2 هيساوي الاتنين. ناقص لي بقى معادلة اخيرة هجيبها من المسار النهون، همشي على المسار ده كده، بصوا المسار ده اهو، همشي على المسار ده. فانا هاجي هنا هعمل مسار بهذا الاتجاه عشوائي براحتي، وهسميه المسار 2، وهاجي هنا اقول يساوي عندي بطاريات في المسار ده، ايوه البطارية 4، اتجاه السهم بتاعها معانا، يبقى 4 يساوي، واحنا ماشيين كده في مقاومة 2 ماشي فيها اي 2 واتجاهه معانا، يبقى 2 اي 2. في مقاومة 3 ماشي فيها اي 3 واتجاهه معانا، يبقى زائد 3 اي 3. هرتب المعادلات، هقول ايه بقى عندي؟ مفيش اي واحد، هقول 0 اي 1 زائد 2 اي 2 زائد 3 اي 3 بتساوي كام؟ بتساوي 4. هعمل عملية ادخال الآلة الحاسبة مود 5 2، وابدأ ادخل العوامل دهيا بالترتيب، وهتطلع معايا قيمة اي واحد بتساوي سالب 2 على 11، وهتطلع اي 2
بتساوي 10 على 11، وهتطلع اي 3 بتساوي 8 على 11، يعني بتساوي 72 من 100 امبير، وهي دي المطلوبة مني الاجابة بتاعتها. وان شاء الله هحاول اكمل بقية المسائل في الفيديو القادم، عشان بس ما تبقاش مدة الفيديو طويلة. وهسيب لكم برضو قائمة حل مسائل كيرشوف في التعليقات. والسلام عليكم.